بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ما يرضيك وابعدنا عما يسخطك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل العدوان وهم السفهاء من إنس وجان. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره أفلا تتقون. نمر إلى الآية التالية، أي 66 من سورة الأعراف، لونسان دي بارادي. قال الملأ الذين كفروا، يعني علية القوم بين الظفرين العليا، قال الملأ ممام فما ملأ فرعون فما ملأ الطواغيت كلها، قال الملأ الذين عندهم وجوه شباب مع الملة عند أغلب الشيعة، هو برا أعلم عن الشيعة ما تعلم إلا القليل فيهم، وهم إخوة إخوة لنا وهم كرام وهم واقفين على الالتزام إزاء الرحمن ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام وإزاء عترته التي بغى عليها الكرب اللئام. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. يعني هو إيش قال؟ هل بما ريحة السفاهة؟ إخي علاش يا كلاب دائما راضين كل ما يأتيكم بكتاب أو يذكركم في أي كتاب رباني لم تمسسه يد ملوثة منا خائنة منا مستهترة. قال الملأ الذين كفروا من قومه إلا إن لنراك، وزاد بلم توكيد، إن لنراك في سفاهة، يعني لا عقلك، you are foolish، فوليش برا ثبت روحك أنت أي فوليش نس أنت فيها برا ثبت روحك يا جاهل بحالك، واللي جاهل بحاله عنده الحق باش يعترض على كلام الأنبياء عليهم السلام. لكلكم أغلبكم عبر التاريخ من شرق وغرب you are the foolish the bad foolish. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، وزيدوا توام تعمي مش تنتهي، وإنا لا نظنك من الكذب، يعني متحقين مش نظنك أي ظن لدود، أنا سيلا سيرتيتود، وإنا لنظنك من الكاذبين. هذه طريقة يعملوها السفهاء اللي ما يحبوش أن الحقيقة تظهر، حد ما تقدم له أطروحة ولا تقدم له رأي ولا تقدم له حقيقة أو شبه حقيقة بالوقت، يرى الخطر داهم عليه يجب يلقفك ويتمك بجي جمدك. أحلى ما تنطليش علينا الحلال يا رب، كل اللي تحب وشوى كيما تحب، ما تضر كان نفسك، استكبار في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء لبيان. أنت تحب تطعن فينا، أعلى يحد دافع عن الرحمن، ومن دافع عن الرحمن فهو ما لا مخلص للرحمن وبالتمام، وربي جعله في حصن حصين الذي لا يرام. ونعود إن شاء الله تعالى.